من قناة الرافدين الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف برغم انخفاض أسعار النفط عالميا، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 85 سنتا لتصل إلى 77 دولارا و65 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 85 سنتا أيضا لتصل إلى 80 دولارا و95 سنتا للبرميل. وانخفضت أسعار النفط العالمي بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض كمية العملة المطبوعة بمقدار 1,200,000,000,000 دينار بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول عام 2023، وأوضحت مصادر مالية أن هذا الانخفاض بكمية العملة يعد ثالث أكبر انخفاض مسجل منذ 20 عاما. وبحسب البيانات فإن إجمالي كمية العملة الموجودة في العراق المطبوعة حتى كانون الثاني 2023 بلغت 100 تريليون ومليار دينار عراقي، ما يعني أن حجم ما انخفض من كمية العملة المطبوعة تبلغ 1,200,000,000,000 دينار من المفترض أنها اختفت. تصاعدت أسعار اللحوم البيضاء في العراق نتيجة ازدياد الإقبال عليها كبديل عن اللحوم الحمراء بعد أن شهدت ارتفاعاً في أسعارها قبيل شهر رمضان، وتجاوزت أسعار الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج 4,000 دينار بزيادة نحو الضعف قياساً بأسعار الأشهر الماضية، وهو مبلغ كبير يثقل كاهل العائلات العراقية وخاصة أصحاب الدخل المحدود. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار. وأضافت غورجيفا أن محادثات صندوق النقد مع السلطات المصرية بناءة للغاية، مؤكدة أن الصندوق سيمهل الحكومة المصرية الوقت لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية، فيما توقعت وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع، مرجحة الزيادة بسبب الصدمات الخارجية. أجبرت نسبة الفائدة المرتفعة على اقتراض الأموال لمديري المال في الشركات العالمية على التحول من إصدار سندات الدين إلى بيع أسهم في شركاتهم للحصول على تمويلات جديدة. وقالت وكالة بلومبرغ إنه بات من المنطقي بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم من الشركات الصغرى إلى الكبرى التي يطلق عليها بلو تشيبس، بات جمع رأس المال الذي تحتاج إليه من أسواق الأسهم ضرورياً في ظل اقتراب أسعار الأسهم من أعلى مستوياتها على الإطلاق. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.